أكثر من 65 سنة. أكثر من 40 سنة. صار لها 40 سنة هسه بهذا الوقت أجي يهدوها، يعني بصيرش تضلها لآخر عمر فيها ويجي يهدوها. أها. وبرضه أنا ما كنت حزنانة أكثر لأنه سيدي سعيد بكى بالحبس وهدوها من دون ما يدري، وبس روح عرف فجأة. أها، وشو كان شعوره لما عرف؟ إيش حكى؟ اليهود انهم مش ملاح وبيهدموا البيوت من دون سبب. وانت ايش متذكر؟ متذكر الشارع ودعارة تدعى الكهرباء. وطلعوهم بسرعة، ما خلوهم شي يطولوا مثلا. اي ساعة كان الهدم؟ الساعة 2 بالليل. وانتو كنتوا صاحيين كلكم؟ لا بس عم تلفت فينا. ما هو سمعوا خط الحديد هون. خلتي سلام اجت لهون وشافها. ويوم نايمين سمعت صوت الطيارات. راحت لكيرت لحالي هون الدجاجة شافها وهم بيهدموا. اتصلوا. والمشكلة انه ما خلوناش نكرب على المحكمة. وفي سلك كهرباء انقطع، كهرباء قطعوه من هناك. اللي بطب كان صار يحطوا لنا شيء، كان اللي بطب فيه بموت الكهرباء. وما خلوناش نطول ولا اشي، ما خلوناش. وعند الصباح لما جينا على الدار في سلام في شرطي اتصل عنا، صار يقول له خالتي سلام هسه نخليكم تتريحوا شوي مشان المحندة، والدار الثاني على الدار. هذا الشرطي حكى لستك هيك؟ لا هيك اتصل فيها الصبح. طب وحمودي شو متذكر؟ حمودي ستي بس تعيط وتكف عليهم ستي. وهدوا المحنات كيك كيك هدوا كبير 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 وكل شي من دون ما يكموا منها. كبير 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 شرف كبير بقى خلوناش. والقرآن بقى جوا هدوا عليه والمكتبي وكل شيء الأدوات اللي بيشتغلوا فيه كل اللي هدوه. بس طلت الكرسي انت بتيجي على المحلة دي؟ ولما كله هاي شو بتيجي تعمله؟ وعن كيف يعني مش زمان مش قبل اسبوع زمان بفترة شهرين واحد جاي هون طابش السلك الكهرباء عنده حوالي 15,000 بيت عندهم دهار. والمشكلة ما خلوش اشي ما صاروش. لا خلص بسرعة اطلعوا من الدار فيش اشي بستنوش. قالوا لهم خلونا نطلع على الاكل الاغراض، صار يقولوا لهم لا بدنا نهد كلياتي ما تطلعوش. لا بدون سابق انذار من دون ما يقولوا بالليل اخرى على الاكل بالنهار مش بالليل. بتعرفوا انه بيت سيدو كمان مهدد للهدم؟ ايش شعوركم لما بيجوا ناس يتضامنوا معكم في هيك يوم؟ او ايش شعوركم لما بيجوا ناس يتضامنوا معكم في هيك يوم؟ عايشين. طب لما بحكوا لك انه هذا البيت رح ينهدم شو بيكون شعورك؟ حزن. انا بروح على محل بعيط. ليش بتعيطي؟ لانه بدك تنهد البيت وهذا ما بضللهمش اشي بهاي الارض.